السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الأكارم تلفزيوني جمهورية جيبوتي، نحييكم ونقدم لحضراتكم نشرة الأخبار المفصلة. وفي أبرزها هذه العناوين: فخامة رئيس الجمهورية يشارك نهائيات المباريات كأس جيبوتي في الملعب جوليد. على غرار دول العالم تحتفل جمهورية جيبوتي بحماية طبقة الأوزون. من مقدمة النشر إلى تفاصيلها تبدأها لكم الزميلة عبو عبدي. أهلا بكم. نظم الاتحاد الجيبوتي لكرة القدم برعاية فخامة رئيس الجمهورية السيد اسماعيل عمر جيلي نهائي كأس الجيبوتي لكرة القدم بين فريق الدرك الوطني وفريق الحرس الجمهوري، وذلك في ملعب حاجي حسن جوليد. ولا زالت تستمر اذا نهائية كرة الفريق هذه المباراة بين الحرس الجمهوري والدرك الوطني في هذا الملعب، حيث لا زالت الشوط الثاني لهذه المباراة. وجرت هذه المناسبة بحضور إضافة إلى فخامة رئيس الجمهورية السيد إسماعيل عمر جيلي وأمين الدولة للشباب والرياضة السيد حسن محمد كامل، إضافة إلى رئيس الاتحاد الجيبوتي لكرة القدم وشخصيات أخرى رفيعة المستوى. وشارك في هذا الحدث الرياضي اللاعب الفرنسي الدولي مارسي ديساي البطل كأس العالم لكرة القدم في عام 1998 الذي يقوم بزيارة رسمية في جيبوتي. وتأتي المباراة افتتاح الموسم الرياضي عام 2017 و2018، وحظيت هذه المباراة بمشاهدة عالية من قبل مشجع الفريق، حيث تم إذا بثها في القنوات الوطنية. ولا زالت كما قلنا لكم متابعة إذا للمباراة، لا زالت إذا تستمر هذه المباراة في شوطها الثاني. وإذا حان الآن موعد آذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي، نعود إليكم بعد الآذان، فابقوا معنا. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. الله أكبر الله
رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعث اللهم مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. أهلا مجددا. نظم وفد من الحزب التجمع الشعبي لأجل التقدم إربيبي صباح اليوم حفل توزيع أدوات المدرسية لصالح 450 طالب من أسر ذوي الدخل المحدود خاصة في بلبلة 4 متر وفي حي النصيب حاليا. وكان الوفد بقيادة أمين عام لحزب الإربيبي سيد إلياس موسى دوالي وبرفقته نائب الأمين العام السيد محمود علي يوسف والسيد إذا علي عبدي فرح والسيد جامع طاهر، إضافة إلى ديريا حاشي والسيد حسن حسين إدريس جوليد ورئيس اللجنة التنفيذية ورئيس بلدية بلبلة سيد وابري نور ألي. واستفاد العائلات المنكوبة من الحرائق من مساعدات مختلفة قادمة من جهات وعلى رأسهم الحكومات إذن فخامة رئيس الجمهورية السيد إسماعيل عمر جيلة، إضافة إلى المنازل التي قدمت لهم والتي نفذت في إطار مشروع رئيس الجمهورية السكن للجميع. وخلال هذه المناسبات تم إذن هذه اللجنة التابعة لحزب التجمع الشعبي إربيبي تقديم هذه الهبات والمستلزمات الأدوات المدرسية للأطفال التابعة للأسر ذوي الدخل المحدود حتى يستفيدوا خاصة في فترة دخول المدرسي. وأشاد إذن رئيس بلدية بلبلة جهود الحكومة لأجل إذن تقديم المساعدات الأولية لعائلات المنكوبة التي فقدت منازلها مكونة من هبات ومساعدات ضرورية، إضافة إلى المنازل التي قدمت لهم في إطار مشروع سكني لرئيس الجمهورية السيد إسماعيل عمر جيلة، حيث استفادت تلك العائلات من المنازل يأوون إليها. وإذن إضافة إلى هذه الأدوات والمستلزمات المدرسية. وفي مداخلة للمستفيدين قدموا فيها شكرهم وامتنانهم لرئيس الجمهورية السيد إسماعيل عمر جيلة على هذه الهبة القيمة وإلى أعضاء حزب التجمع الشعبي لأجل التقدم الذين قدموا هذه الهبة المكونة من المساعدات للوازم والأدوات المدرسية. أدلى وزير الإسكان والتعمير والبيئة سيد موسى محمد أحمد بتصريح للتلفزيون الوطني شدد فيه على أهمية حماية طبقة الأوزون، لافتا إلى أن إحياء هذه المناسبة تأتي على خلفية اعتماد بروتوكول مونتريال بهذا الشأن. وأشار الوزير في تصريح إلى أن هذا اليوم يشكل بالنسبة لبلادنا حدثا هاما يهدف إلى رفع مستوى الوعي المجتمعي بغية الارتقاء بالأنشطة الداعية لحماية طبقة الأوزون والمحافظة عليها. وذكر معالي أن شعار هذا العام هو رعاية الحياة تحت الشمس، موضحا أنه يمثل مناسبة أبرز للمساعي الدولية لحماية هذا الدرع الهش، وإضافة أنه تم الإنجاز العديد من الأنشطة الرامية إلى خفض الانبعاثات الحرارية التي تشكل خطرا على طبقة الأوزون. وتحدث الوزير عن الجهود التي قامت بها جيبوتي منذ عام 2013 بهدف تنفيذ خطة إدارة عمليات خفض نهائي للمواد
للمواد لطبقة الأوزون التي تتضرر بها هذه الطبقة. وفي هذا الصدد تم توعية وتكوين مادة 8 في مجال التبريد و97 من عناصر هذه المادة. وأشار تحدث الوزير توعية و 180 فنيا في مجال التبريد و97 من عناصر الجمارك و29 من الشباب المنتسبين حول الممارسات البيئية السلمية في مجال حماية طبقة الأوزون. وتجدر الإشارة إلى أن تقدم مسجل في تنفيذ بروتوكول مونتريال ببلدان المتقدمة والنامية، ويؤشر على الروح المسؤولية التي يتمتع بها قادة دول العالم لحماية كوكب الأرض، حيث تم الالتزام بجميع جداول الزمنية للتخلص تدريجيا من المواد المستنفدة لطبقة الأوزون وقبل الموعد المحدد في بعض الحالات. في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها وزير الصحة الدكتور جامع علم عكية إلى المغرب، أجرى لقاء مع الطلبة الجيبوتيين الدارسين في جامعة المملكة المغربية وممثلي المغتربين الجيبوتيين المقيمين في هذا البلد. وفي غضون هذا اللقاء قدم وزير الصحة شكره وامتنانه لمنظمي هذه المناسبة. نقل الوزير تحيات الرئيس الجمهورية إلى المغتربين والطلاب الجيبوتيين في المغرب، مشجعا في وقت ذاته مواصلة جهودهم في مجال التعليم. كما تلقى خلال هذه المناسبة الشكاوي وصعوبات الطلاب المتعلقة بالتعليم. من جانبه تعهد الوزير باستجابة هذه المتطلبات أو الطلبات في أقرب وقت ممكن. هذا وقام وزير الصحة الدكتور جامع علمي عكية لقاء مع المغتربين والطلبة المقيمين في المغرب، حيث قدم المغتربون بعض الصعوبات التي تواجههم في دراستهم، وأيضا بعض المشاكل التي تواجههم في هذه المرحلة التعليمية. في إطار مشروع تحسين المياه وجعلها صالحة للشرب، نظمت جمعية PIL بدعم من الاتحاد الأوروبي وبتعاون مع جمعيات العاملة في أبخ مناسبة توزيع أدوات تنظيم ومستلزمات تخزين المياه لصالح 50 من الأسر البسيطة في ناحية فريريس التابعة لإقليم أبخ. وجرت هذه المناسبة بحضور مسؤولين من حاكمية أبخ من بينهم نائب رئيس المجلس الإقليمي السيد أحمد علي شيخ. وإذا تم تقديم المعلومات اللازمة والضرورية حول هذا المشروع لاستفادة أمثل للمياه. وإذا شارك في هذه المناسبة الأعيان ومختلف سكان هذه الناحية التابعة لإقليم أبخ، كما تم توزيع المستلزمات الضرورية لتخزين المياه وحفظها لأجل استهلاكها. وفي مداخلة له أشاد نائب رئيس مجلس الإقليمي السيد أحمد علي شيخ جهود جمعية PIL دعم البرنامج الاجتماعي التي تهدف إلى تحسين ظروف المعيشة للمواطنين في مجمل التراب الوطني، كما رحب هذه المبادرة التي تقوم بها جمع هذه الجمعية خاصة في مشروع تحسين المياه الصالح للشرب. وأكد استعداد سلطات إقليم أبخ العمل لكل المبادرات التي تسعى لتحسين الخدمات الاجتماعية. في إطار برنامج ترقية وحماية حقوق الإنسان والطفل، نظمت لجنة الإدارة المجتمعية في حي بلبلة خاصة في حي أبلي حفلا مكرسا لتوعية الأهالي حول حقوق الطفل، وذلك في مركز التنمية المجتمعية في هذا الحي.
ونظم هذا الحفل بتعاون وثيق مع الاتحاد الوطني لنساء جيبوتي وصندوق الأمم المتحدة للطفولة، وذلك في مسعى توعية المجتمع حول عدة مسائل متعلقة بالطفل، منها حقوق الأطفال وحقوقهم الحصول على بطاقة الهوية الوطنية وموضوع التخلي عن ممارسة الختان الأنثوي ومكافحة المخدرات. وشارك في هذه المناسبة العديد من النسوة والشباب القاطنين في هذا الحي، كما تم خلال هذه المناسبة تثقيف المشاركين على أهمية احترام حقوق الأطفال وتقديم المعلومات اللازمة لأولياء الأمور. وفي هذا المناسبة قدمت مسؤولة اللجنة الإدارة المجتمعية عن شكرها لجميع من ساهم في تنظيم هذه الحملة التوعوية. في سياق المتصل في إطار برنامج أيضا ترقية وحماية حقوق الإنسان، نظم إذا ورشة مماثلة في حي بلبلة 11 حفلا مكرسا لإذا تثقيف وتوعية حقوق الطفل. نظم هذا الحفل بتعاون وثيق مع الاتحاد الوطني للنساء الجيبوتي وصندوق الأمم المتحدة للطفولة في مسعى حول إذا التثقيف بحدة المسائل المتعلقة بالطفل وحقوقهم في الحصول على بطاقة الهوية. وشارك في هذه المناسبة العديد من النسوة والشباب القاطنين في هذا الحي. وفي مداخلة لأحد المشاركين والمستفيدين من هذه الورشة أعربت عن شكرها لجميع من ساهم في تنظيم هذه المناسبة. وفي الساحة الدولية رفعت بريطانيا مستوى التأهب الأمني من وقوع أعمال إرهابية إلى مستوى حرج ليصل بذلك إلى أعلى مستوياته، وذلك بعد ساعات من هجوم استهدف مترو أنفاق لندن. وقالت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي في بيان إذاعته التلفزيون أن رجال الشرطة وعناصر من الجيش سيتواجدون في الشوارع خلال الفترة المقبلة، وأضافت أن الجيش سيحل محل الشرطة في مهام الحراسة بعض المواقع التي لا يسمح للجمهور بالوصول إليها. كانت القنبلة بداية الصنع انفجرت في قطار مترو الأنفاق بلندن في وقت ذروة فحاصرت الألسنة اللهب إحدى عرباته، مما أسفر عن إصابة 29 شخصا في خامس حادث إرهابي تشهده بريطانيا هذا العام. بهذا النبع أعزائي المشاهدين نأتي وإياكم إلى نهاية نشرتنا الإخبارية، نشكركم لحسن المتابعة، إلى اللقاء.